بكم مشاهدينا الكرام مجددا ودائما على شاشة اون لايف ونشرة اقتصادية جديدة. ومن العناوين إلى تفاصيل، حيث شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزيري التجارة والنقل على ضرورة الانتهاء من عملية نقل وتسكين منشآت تصنيع الجلود إلى مدينة الروبيكي الجديدة قبل نهاية أغسطس المقبل على أن تتحمل الدولة التكاليف كافة. ووجه أيضا السيسي بضرورة مد خط سكك حديدية من بلبيس إلى مدينة الروبيكي مرورا بمنطقة العاشر من رمضان. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه في اجتماع ثان شارك فيه أيضا رئيس مجلس الوزراء بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين، مؤكدا أهمية إنشاء كيانات متكاملة لصناعة الغزل والنسيج في مناطق جديدة. وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع الذي شارك فيه أيضا وزراء التجارة والصناعة وقطاع الأعمال العام والزراعة واستصلاح الأراضي، شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات كافة للنهوض بصناعة الغزل والنسيج في مصر. الذهب الأبيض أو محصول القطن، لطالما ذاع صيت هذا الذهب القطن المصري في الأسواق العالمية وكان مدعاة لتفاخر مرتديه. ويرى مراقبون أن التوجه العام الآن يركز على إعادة هذا المنتج إلى الصدارة كما عهدته الأسواق. متابع. نورت يا قطن النيل، هكذا غنت كوكب شرق أم كلثوم للذهب الأبيض ذي الشهرة العالمية قديما. الذهب الأبيض بدأ عودته لعرشه تدريجيا هذا الموسم الحالي بعد زيادة المساحات المنزرعة ب 94 ألف فدان عن العام الماضي، حيث بدأت وزارة الزراعة والتجارة والصناعة بوضع منظومة لتسويق 1,300,000 قنطار قطن متوقع من المساحات المنزرعة. الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماما فائقا بزراعة القطن، حيث عقد اجتماعا مع عدد من الوزراء وبحث سبل دعم زراعة القطن والنهوض بصناعة الغزل والنسيج بما يساهم في دعم الاقتصاد وتلبية احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات. دعم الفلاح المصري كان على رأس اهتمامات الاجتماع، حيث وجه الرئيس بضرورة تحديد سعر مناسب لتوريد القطن من المزارعين دعما للفلاح المصري. صناعة الغزل والنسيج تأتي ضمن القطاعات الأربعة الرئيسة التي ركزت عليها استراتيجية عمل وزارة التجارة والصناعة، التي تبنت الوزارة مبادرة وطنية بعنوان القطن من البذرة إلى الكسوة لتطوير صناعة القطن بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. محللون اقتصاديون أكدوا أهمية وضع منظومة حقيقية لعودة القطن المصري للصدارة من حيث منظومة قوية للتسويق وتشجيع المنتج المحلي وإعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج للنهوض بصناعة القطن، مؤكدين أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال مراجعة جميع القرارات التي ربما تعوق النهوض بمحصول بأهمية محصول القطن. بحثت وزيرة الاستثمار الدكتورة سحر نصر مع مدير منظمة العمل الدولية في القاهرة بيتر فانجوي آليات تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل في مصر. وقالت الوزارة في بيان لها إن نصر أشادت بموافقة منظمة العمل الدولية على تنفيذ برنامج بيئة عمل أفضل في مصر في 30 شركة بقطاع الملابس من يوليو الجاري وحتى ديسمبر من العام الجاري، لتنضم مصر بذلك لسبع دول هي بنغلاديش وكمبوديا وهايتي وإندونيسيا والأردن ونيكاراغوا وفيتنام، حيث يتعامل المشروع مع 2,000,000 عامل في 1,500 مصنع. من جهة أخرى، وقعت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر اتفاقية مع شركة فلات سكس لابس وشركة مصر لريادة الأعمال وشركة إن آي كابيتال للاستثمار في الشركات الناشئة قيمتها 10 ملايين جنيه. وأكدت نصر أن الاتفاقية تهدف لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في دعم رواد الأعمال الشباب في مشروعاتهم بما يوفر فرص عمل متكافئة للشباب المصري في جميع المحافظات. وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق يأتي بالتعاون مع كل من مؤسسة التمويل الدولية التي تقدم تمويلا يصل إلى 2,000,000 دولار إلى فلات سكس لابس والصندوق المصري الأمريكي لريادة الأعمال. قال وزير التجارة والصناعة طارق قبيل إنه يجرى حاليا الإعداد لتنظيم مؤتمر وطني موسع حول الثورة الصناعية الرابعة
بالتنسيق والتعاون مع عدد من الوزارات المعنية ومبادرة مصر تستطيع. وأضاف الوزير أن المؤتمر سيتناول تحديد آليات الاستعداد لهذه الثورة التكنولوجية وتأثيرها على القطاعات الصناعية الرئيسية بالاقتصاد المصري. ولفت قابيل إلى أنه ستتم دعوة عدد من العلماء والمتخصصين المصريين والعالميين في المجالات كافة الصناعية والخدمية للمشاركة في هذا المؤتمر. جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع الدكتور هاني مصطفى أستاذ هندسة الطيران بجامعة مونتريال بكندا، الذي استعرض إمكانيات نقل التكنولوجيات العالمية المتطورة للصناعة الوطنية وسبل الإفادة من التجربة الكندية في هذا الصدد. عززت مؤشرات البورصة المصرية من ارتفاعاتها جماعيا في ختام التعاملات وسط اتجاه شرائي سيطر على تعاملات العرب في مقابل اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين والأجانب. وزاد مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة بلغت نقطة ونصف النقطة المئوية، كما ارتفع مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 48%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الاوسع نطاقا بنسبة 53%. مينا بشرى معنا من مقر البورصة المصرية دائما ليطلعنا على مكاسب رأس المال، بالتأكيد تخطت 3 مليارات عما ذكرته لي صباح اليوم، وأيضا سبب هذا الارتفاع الكبير حقيقة في الأرقام. مينا تفضل. نعم، مساء الخير ولاء. بالفعل شهدت مؤشرات البورصة المصرية صعود جماعي منذ مستهل التعاملات وحتى الإغلاق، مدفوعة بعمليات شرائية مكثفة من قبل المستثمرين العرب والمؤسسات، وأيضا الأداء الجيد للأسهم القيادية كان عامل دعم لصعود المؤشرات على مدار جلسة اليوم، مع تحسن نسبي كبير في مستوى السيولة على مدار جلسة اليوم. المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 اختتم التعاملات على ارتفاع بمقدار 1.49% ومسجلا 13684 نقطة بنهاية التعاملات. والمؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني والخاص بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، ونتيجة أيضا لاستمرار القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين، ارتفع المؤشر بمقدار 48% ومسجلا 689 نقطة بنهاية جلسة اليوم. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 ارتفع أيضا بمقدار 53% ومسجلا 1574 نقطة بنهاية جلسة اليوم. وبالنسبة أيضا لمكاسب الأسهم المقيدة، فبالفعل ولاء المكاسب تجاوزت مستوى 3 مليارات جنيه نتيجة لتعزيز المكاسب وأيضا ارتفاع وتيرة الصعود من جانب جميع المؤشرات على مدار جلسة اليوم. فبختام التعاملات ارتفعت المكاسب لتصل إلى 4 مليارات و500 مليون جنيها، وليسجل رأس مال البورصة السوقية بختام التعاملات نحو 711 مليار و235 مليون جنيها. أما إذا تحدثنا بعد ذلك عن أداء الأسهم اليوم صعودا وهبوطا، فبالنسبة لقائمة الأسهم الأكثر ارتفاعا، ففي المرتبة الأولى جاء سهم السعودية المصرية للاستثمار والتمويل بمقدار 9.90% صعودا، وفي المرتبة الثانية سهم شركة النصر للأعمال المدنية بمقدار 9.59%، مطاحن ومخابز جنوب القاهرة بمقدار 9.49% صعودا، أورنج مصر للاتصالات في المرتبة الرابعة بمقدار 6.97% صعودا، وفي المرتبة الخامسة جاء سهم أسك للتعدين بمقدار 6.67% صعودا. أما بالنسبة لأكثر الأسهم انخفاضا اليوم، ففي المرتبة الأولى جاء سهم رايا لخدمات مراكز الاتصالات بنحو 6.67% تراجعا، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير بمقدار 4.68% تراجعا، الأسكندرية لأسمنت بورتلاند في المرتبة الثالثة بمقدار 4.43% تراجعا، المجموعة المصرية العقارية في المرتبة الرابعة بمقدار 4.8% تراجعا، وفي المرتبة الخامسة سهم العامة للصوامع والتخزين بمقدار 3.84% تراجعا.
أيضا إلى جانب هذا الصعود الجماعي والقوي لمؤشرات البورصة للجلسة الثانية على التوالي، هناك أيضا ارتفاع وتحسن في مستوى السيولة رأيناه بالأمس، وأيضا جلسة اليوم شهدت السيولة ارتفاعا نسبيا تحديدا إذا تم مقارنة هذه السيولة بالأمس. فبختام تعاملات الجلسة وصلت مستوى السيولة إلى 1,258,000,000 جنيه، وذلك من خلال التعامل على 518,436,000 سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها على مدار جلسة اليوم بما يزيد عن 32,000 عملية. أيضا إذا تحدثنا بعد ذلك عن أداء المستثمرين اليوم من مصريين وعرب وأجانب، فالمتعاملون المصريين طيب. نسبة الاستحواذ مينا لديهم اليوم عذرا وصلت للمقاطعة، طبعا بنعتذر عن ربما هناك رداءة صوت قليل من المايك لديك، ولكن سريعا لو تخبرني عن أداء سهم سيدي كرير للبتروكيماويات. طبعا نعلم بأنه أحد فروعه كان حدث في حريق بالأمس، يعني لا نعلم إلى أي شيء انتهى هذا السهم في الختام، يعني هل تأثر أم ماذا؟ نعم، بالفعل نشب حريق تحديدا بوحدة إنتاج الإيثيلين، وحدة رقم 501 ظهر الأمس، وتم إخطار البورصة المصرية صباح اليوم ببيان خاص من الشركة أنه لا توجد خسائر في الأرواح، وتم نقل جميع المصابين إلى المستشفيات، كما أن العملية الإنتاجية بالمصنع لم تتأثر بهذا الحريق، وأن ما يحدث خلال الفترة الحالية هي عملية الصيانة الدورية والسنوية للشركة، وبالتالي سوف تعود الشركة والعملية الإنتاجية بكفاءتها عقب انتهاء عملية الصيانة الدورية. فبالتالي إدارة البورصة المصرية قامت بتعليق ووقف الأسهم لمدة 10 دقائق صباح اليوم للاطلاع على الخبر المنشور والمرسل من جانب الشركة إلى إدارة البورصة المصرية صباح جلسة اليوم. أما إذا تحدثنا عن أداء السهم اليوم، فالسهم سعر الفتح للسهم اليوم وصل إلى 16.82 جنيه، وعلى مدار جلسة اليوم وحتى الإغلاق وصل سعر السهم إلى 17.9 جنيه. بشكرك للسهم. مينا بشرى، وقتي انتهى، مراسلنا من مقر البورصة المصرية، شكرا لك. قام وزير البترول المهندس طارق الملا بزيارة المصابين بعدد من مستشفيات الإسكندرية جراء الحريق الذي نشب أمس بوحدة الإيثيلين بشركة سيد كرير للبتروكيماويات سيدبك، للاطمئنان عليهم والتأكد من توفير أوجه الرعاية كافة. وعقب زيارة الوزير للمصابين توجه إلى موقع الحادث بشركة سيدبك للوقوف على مجريات الأمور ومتابعة أعمال اللجنة الفنية والقانونية التي تم تشكيلها أمس، وذلك لتقييم الموقف وتحديد أسباب الحادث. كما تابع الوزير أعمال إخلاء آثار الحريق مشددا على ضرورة الإسراع بالانتهاء من عمليات الصيانة الدورية في المواعيد المحددة لها وإعادة تشغيلها بكامل طاقتها. لمزيد من التفاصيل معنا عبر الهاتف الباشمهندس أسامة مهدي رئيس شركة سيدي كرير للبتروكيماويات سيدبك. باشمهندس أسامة أهلا بحضرتك، أسباب الحديث الحريق طبعا في البداية في وحدة إنتاج الإيثيلين. اهلا بيك يا فندم. احنا عندنا عمره سنويه زي ما حضرتك تكرمتي واسبقتي في الكلام. العمره السنويه فيها اعمال صيانه متعدده، كان بيتم اعمال صيانه للبلف بالنسبه لاجهزه التحكم، حصل تسريب من البلف وده ادى الى وجود جزء من الغاز في المصنع، مع وجود باقي الاعمال حصل اشتعال محدود في وجود عمال موجودين في المنطقه دي ادى لوجود اصابه. اها، وطبعا هو يعني لنعلم اكثر، هو غاز الايثيلين هو سريع الاشتعال، هو بيساعد على الاشتعال اكثر، اليس كذلك؟ ايوه يا فندم، بس هو الاشتعال مش غاز ايثيلين، الاشتعال غاز بروبان بنستخدمه في عمليات التبريد از ريفرجريتور، ماده تبريد لاثاره غاز الايثيلين. الموضوع مش ايثيلين اطلاقا، الموضوع هي وحده ايثيلين، مصنع ايثيلين، لكن كان بيشتعل وحده في وحده البروبان اللي هو قال قبل ساعتي كان فيها بيتكلم اللي هو 501 صحيح وحده بروبان. طيب الخسائر المادية والبشرية؟ الخسائر المادية خسائر محدودة جاري حصرها حاليا. الخسائر البشرية اللي أعلنت امبارح في وسائل الإعلام من المتحدث الرسمي لوزارة الصحة في حدود 44 عامل، حاليا هي تحت المتابعة في مستشفيات اسكندرية. قدمنا أقصى رعاية ممكن نقدمها، ولا زلنا بنقدم أقصى رعاية. معالي وزير البترول أمر بإن احنا نتحمل كده، وإحنا فعلا متحملينه، وبنقوم بدورنا الطبيعي في حالات المماثله او حاله اي اصابه حتى بتاعتنا.
الفرع ده هذا متوقف الآن باشمهندس أسامة عن العمل، يعني هذا الفرع متوقف عن العمل حاليا؟ الشركة كلها متوقفة عن العمل من بداية شهر 7 وهتستمر حتى نهاية شهر 7. عندنا أعمال صيانة سنوية مجدولة في الثلاث مصانع بتوعنا. طيب هذا أيضا بيدفعني للسؤال عن الحماية المدنية وأعمال الصيانة، كيف هي؟ الحماية المدنية جوه سيدي بنفسنا في قطاع السلام في إدارة السلام والصحة المهنية، احنا قدمنا كل ما يمكن نقدمه، وفي نفس الوقت اللجنة الجغرافية اللي هي بتحكم اللي هي بتدير شركات الأزمات في شركات البترول في اسكندرية بتعليمات الوزارة هي أسهمت معانا في تقديم المدد سواء من سيارات الإطفاء أو سيارات الإسعاف، وقوات الدفاع المدني والحريق برضه في اسكندرية توجهت إلينا على الفور، وكذلك الجيش برضه تواصل معانا. لكن احنا في خلال نص ساعة كنا سيطرنا على الحريق سيطرة كاملة وانهينا الاعمال انهينا النيران في خلال نص ساعة. يعني المصنع ككل بهذا الفرع سيبدا العمل بنهاية الشهر كما ذكرت باشمهندس أمجد؟ باذن الله ان شاء الله هندخل الخدمة كما احنا مجدولين، لان الخسائر محدودة. المصابين ايضا يعني لدي معلومه قراتها بانه بعض المصابين يعني دخلوا الى مستشفى معينه ومصابين اخرين يعني انتقلوا الى مستشفيات اخرى، لا نعلم لماذا. التوجه من سيارات الاسعاف طبقا للفراغات في المستشفيات، الاماكن المتاحه لسيارات المستشفيات، لكن احنا ما وجهناش حد لمكان معين. احنا متعاقدين مع مستشفيات كتير في اسكندريه، ووجهنا المصاب اللي حتى اللي يحب يتنقل بناء على رغبته انه يروح لمكان تاني نقلناه. نعم، هل من اجراءات معينه باشمهندس اسامه يعني ستاخذون الحيطه فيما بعد لتوافرها او لوجودها حتى لا يحدث ما حدث؟ احنا حاليا معالي وزير البترول اصدر قرار بتشكيل لجنه فنيه قانونيه من اعلى مستويات الوزاره، وهي حاليا بتباشر اعمالها لحصر السبب الرئيسي للموضوع، وتصدر ان شاء الله توصياتها وتوجيهاتها اللي هنلتزم بتنفيذها كلنا في قطاع البترول. عظيم. ايه كان ابرز ملاحظات سياده الوزير طارق الملا حينما جاء الى موقع الحادث؟ ابرز ملاحظات ان احنا تعاملنا بحرفيه في اداره الازمه في الشركه، وان كل الاجهزه تعاونت معانا ومحدش تاخر في تقديم اي مدد. واصدر تعليماته بان احنا اللجنه تصدر قرارها النهارده، وان احنا ننفذ التعليمات باسرع ما يكون. نعم، باشمهندس اسامه مهدي رئيس شركه سيدي كرير للبتروكيماويات سيد بيك، شكرا جزيلا لك. كشف وزير التنميه المحليه الدكتور هشام الشريف انه قد تقرر البدء في اطلاق اكبر مشروع لتطوير مدينه القناطر التاريخيه بالقليوبيه بالتنسيق مع الوزارات كافه. واشار وزير التنميه المحليه الى ان المرحله الاولى للتطوير سوف تضم 50 فدانا، على ان يتم الباقي تباعا مع وضع المدينه على الخريطه السياحيه والاستفاده من كل المقومات بها. وشدد الشريف على انه يتم تطبيق القانون على الجميع، مؤكدا انه تقرر منع أي بناء داخل مناطق حدائق القناطر إلا بعد إصدار تراخيص من وزارة التنمية المحلية ومحافظة القليوبية للحد من البناء العشوائي والمخالف بالمدينة. إحنا في التنمية المحلية عايزين نخلق مليون فرصة عمل في سنة في قرى مصر. أنا بديكم أرقام محددة، 350 تقريبا في كل قرية. النهاردة بيعرض اخي الفاضل كويس السيد وزير الزراعه ربنا يعمل بالنا 200,000 فرصه عمل، ده اللي متفقين عليه. من اللي ايه؟ مليون في القرى المصريه. هنشوف الانتاج وهنطمن انهم بيكسبوا. احنا مش عايزين نعمل مشروعات وهميه، احنا عايزين نعمل حاجه تعيش وتفتح ابواب، لان ما ينفعش ان الناس يبقى حالتها كده في القريه المصريه، وما ينفعش كل يوم ان احنا نفكر في ازاي نزيد ايه من دعم وازاي نزيد من تكافؤ. ما ينفعش الكلام ده، ما فيش دول هتعيش كده. احنا لازم ننقل نقله، بدل ما نستهلك ونستورد ونصرف، ان احنا ننتج كويس ونكتفي ونصدر. نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل. رئيس الوزراء يعقد لقاءات مع وزراء التموين والمالية والكهرباء. سطو مسلح على شركة مصر للصرافة والاستيلاء على مليون جنيه.
من جديد أهلا بكم. عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لقاء مع وزراء التموين والمالية والكهرباء، حيث تابع إجراءات الحماية الاجتماعية. ووجه رئيس الوزراء خلال الاجتماع بوجود مخصصات مالية شهرية منتظمة لقطاع الكهرباء لاستمرار عملية تطوير البنية الأساسية له، فيما شدد على ضرورة التعامل بجدية مع الجهات والمؤسسات غير الملتزمة بسداد فواتير الكهرباء. قال نائب وزير المالية للسياسات المالية أحمد كوجك إن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان يهدف إلى متابعة تنفيذ المشروعات وتنفيذ موازنة العامة للعام المالي 2017-2018. وأضاف كوجك خلال مؤتمر صحفي أن الاجتماع بحث كذلك توفير المخصصات المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية والإنفاق عليها. سيد رئيس الوزراء وجه المجموعة الحاضرة بالعمل عليها، هو أنه وزارة المالية ووزارة الكهرباء هيشتغلوا مع بعض الفترة القادمة على ان هم ازاي يعني نبص على كافة الالتزامات المالية اللي على وزارة الكهرباء وعلى قطاع الكهرباء، ونشوف ايه اللي ممكن يتم بحيث ان احنا يبقى عندنا اعادة هيكلة افضل ونقدر نتيح سيولة نقدية افضل لقطاع الكهرباء الفترة القادمة. اتكلمنا وجانا توجيهات واضحة جدا كمان من السيد رئيس الوزراء لوزارة المالية تحديدا انه يبقى في سداد نقدي مباشر من الموازنة لقطاع الكهرباء عن مستحقات اجهزة الموازنة العامة، يعني بدل ما يبقى اجهزة الموازنة العامة عليها فلوس للكهرباء فندي احنا فلوس كمالية لاجهزة الموازنة، فاجهزة الموازنة تسدد الفلوس دي لقطاع الكهرباء، ان ممكن نلاقي آلية مباشرة اكتر ان احنا نسدد التزامات أجهزة الموازنة لصالح قطاع الكهرباء نقدا وبشكل مباشر ما بين المالية والكهرباء عشان نوفر سيولة ونوفر الوقت. أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي غدا والي انتظام عمليات صرف الدعم النقدي تكافل وكرامة منذ صباح أمس الاثنين وحتى صباح اليوم بالزيادات الجديدة، وليس بدءا من يوم 15 من الشهر كما هو معتاد. وأضافت الوزيرة أن عدد من صرف معاش تكافل وكرامة قد بلغ نحو 350 ألف مستفيد قاموا بالصرف من مكاتب البريد بقيمة إجمالية بلغت 180 مليون و635 ألف جنيه. كما أوضحت والي أنه قد تم تقديم موعد صرف تلك الزيادات والتي كان مقررا لها أغسطس المقبل في إطار توجيهات الحكومة بسرعة التنفيذ مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية وجهود الدولة في تبني سياسات وإجراءات الحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية. أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل أنه من المقرر أن يقوم الرئيس البولندي بزيارة مصر نهاية العام الجاري بمرافقة رؤساء أكثر من 150 شركة بولندية كبرى مهتمة بالاستثمار في السوق المصرية. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لوفد المنطقة الاقتصادية البولندية الذي يزور مصر حاليا لبحث تحديد موقع إنشاء المنطقة الصناعية البولندية بمنطقة محور قناة السويس. وخلال اللقاء أكد قبيل أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقمة الأخيرة لتجمع فيشغراد كأول رئيس من منطقة الشرق الأوسط يعد ركيزة أساسية لتنمية التعاون المشترك بين مصر ودول التجمع، حيث التقى خلال فعاليات القمة برئيسة وزراء بولندا وتم الاتفاق على أهمية توسيع حجم العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين. ومن المقرر أن تضم المنطقة البولندية الجديدة عددا من الصناعات ومنها صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بالإضافة إلى الصناعات الغذائية والكيماوية ومجالات الطاقة الجديدة والمتجددة. تعرضت شركة مصر للصرافة المملوكة لبنك مصر لعملية سطو مسلح ظهر اليوم. وقال رئيس مجلس إدارة بنك مصر محمد الأتربي إنه تم الاستيلاء على ما قيمته مليون جنيه خلال عملية السطو. وأضاف أن شركة الصرافة لديها وثيقة تأمين ضد حوادث السطو تغطي قيمة الخسائر، لافتا إلى أن مقر شركة الصرافة منطقة وسط البلد نافيا حدوث أي خسائر بشرية. طالب رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات رفيق العباسي البنك المركزي بدعوة البنوك العاملة عالميا بالذهب للعمل في مصر، مما يسهم في تطوير صناعة الذهب وينعكس إيجابيا على التصدير. وأوضح العباسي أن فكرة تلك البنوك تدور حول إقراض الأفراد بالذهب وليس بالنقود، وعلى المقترض سدادها خلال عام بفائدة تقدر عالميا ب 2.5%.
مشيرا إلى أن تلك البنوك لديها احتياطي من الذهب بكميات كبيرة من دول مختلفة، مؤكدا الجدوى الاقتصادية التي ستعود على القطاع بأكمله في حالة موافقة البنك المركزي، مما سيؤدي إلى انتعاش صناعة الذهب مجددا، وذلك بضخ كميات كبيرة من الذهب الخام والتي يمكن تشكيلها وتصديرها بعد إضافة القيمة المضافة لها. عبر الهاتف الأستاذ رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات. أستاذ رفيق أهلا بحضرتك إلى هذه النشرة، يعني فلسفة هذه المبادرة. الله يخليك. وطبعا في ظل الأسواق اللي احنا أو الأجواء اللي احنا بنمر بيها دلوقتي والصناعة حالتها وحشة قوي نتيجة عدم وجود قوة شرائية في السوق المصري، فطبعا احنا بنتجه دلوقتي الى فتح ابواب التصدير للخارج، وطبعا زي اي صناعه مساعده البنوك بتبقى مهمه قوي في موضوع التصدير. فنرجو ان البنك المركزي يدعو البنوك التي تعمل في الذهب للعمل في مصر. يعني احنا مش سامحين لها حاليا، فاحنا مش عايزين نقول لهم تعالوا، احنا عايزين ندعوهم مش نسمح لهم بالعمل في مصر. يعني احنا نروح نخاطبهم ونقول لهم لو سمحتوا تعالوا. انا كنت هسأل حضرتك انه هذه ستكون سابقة يعني ام انه في قبلها بنوك يعني بتعمل متخصصة في الذهب في مصر؟ هو الحقيقة كان في زمان بنوك بتعمل في الذهب في مصر، بس البنك المركزي نتيجة ان احدى البنوك الغير متخصصة دخلت في الذهب وخسرت، فقفل على البنوك كلها وقال ما فيش بنوك مصرية او اجنبية تعمل في الذهب في مصر نتيجة خسارة هذا البنك. فمتهيألي ان ده خطأ، يعني مش معنى ان بنك اخطأ يبقى كل البنوك ما تعملش في الذهب، ونديها للمتخصصين، في بنوك شغلتها ذهب بس. طيب انتم قدمتم بالفعل هذا الطلب للبنك المركزي، وماذا كان الرد لو قدمتوه يعني؟ الحقيقه ما فيش رد، يعني احنا تقدمنا كذا مره وما فيش استجابه لطلباتنا. بيحصل بس ان في ناس بتكلمنا من البنك المركزي بطريقه غير مباشره بتقول انا يعني دي مش مكالمة رسمية، انما ما اعتقدش ان احنا نوافق على حاجة زي كده، وما عندهمش اسباب الحقيقة بيقولوها يعني. طيب حضرتك اشرح لنا الجدوى الاقتصادية، يعني ربما يستمع احدهم. يعني زي ما بنقول ان ما فيش صناعة بتقوم بدون مشاركة البنوك فيها ومساعدتها بالفلوس او بالذهب. احنا بالنسبة لنا الفلوس هي مخاطرة، وخصوصا كمان ان سعر الذهب بيطلع وينزل في السوق، فدي في مخاطرة على المصانع. انما لما يقرضني بالذهب اولا مفيش مخاطره، ثانيا قيمه الاقراض الفوائد اللي بيطلبها مني من 2 لـ 4%، لو اتجهت البنك تاني خدت منه فلوس مش هيبقى اقل من 20-22%، ففائده منخفضه وعدم مخاطره، فدي طبعا بتساعد جدا في الصناعه. نعم، ولكن لماذا يعني الذهب ليس فيه مخاطره، هو ايضا يعني بيرتفع وبينخفض مثله مثل الدولار مثلا؟ ايوه، بس انا كمصنع، انا المصانع على مستوى العالم اللي بتصنع المجوهرات والمشغولات الذهبيه بتتعامل مع التجار ذهب وصد ذهب. يعني انا لما البنك بيسلفني كيلو ذهب انا بدي للتاجر في صوره خواتم بيديني مثلا هو كيلو ذهب قصاده، فانا كمصنع ما ببيعش الذهب فما بخاطرش بثمنه، انا بس بصنعه واتبادله مع التجار وباخد قيمه الصناعه بتاعتي. فبالنسبة لي كصانع مفيش مخاطرة، والبنوك دي بتدي الذهب دي للصناعة فقط ما بتديهاش للتجار. نعم. عشان ما يبقاش في مخاطرة تبقى عارفة إن ذهبها موجود، هو بيصنع وبيتم التبادل عليه وليس بيعه وشراءه. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ رفيق العباسي رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، شكرا لك. استضافت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية مؤتمرا بحضور وفد من رجال الأعمال من دول إيطاليا وبولندا وجمهورية التشيك، وحضر المؤتمر كل من رؤساء الغرف الصناعية في تلك الدول وبحضور سفرائهم المعتمدين في مصر لمناقشة فرص الاستثمار المشترك والتبادل التجاري مع نظرائهم من رجال الأعمال المصريين. المؤتمر ناقش إيجاد استخدامات جديدة للطاقة بالصناعات الهندسية بدلا من استخدام الطاقة التقليدية مثل السولر والغاز الطبيعي والبنزين في ظل ارتفاع أسعار الوقود، والذي أدى لرفع تكلفة الإنتاج، خاصة أن الصناعات الهندسية تعتبر من الصناعات كثيفة استهلاك للطاقة.
للمزيد بينضم إلينا بالصوت والصورة المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات. أهلا بك باشمهندس محمد، دائما على شاشة أون لايف. ما الذي ناقشتموه في الأمس؟ أهم الفرص الاستثمارية ومدار أيضا. أهلا وسهلا يا فندم. هو احنا الحقيقة اتحاد الصناعات المصرية، غرفة الصناعات الهندسية على وجه التحديد، امبارح كان عندنا وفد من ايطاليا وبولندا والتشيك، صحيح، وقعدنا فيما بيننا رجال الصناعه المصريه مع الغرف وغرف البلاد والسفراء، وقعدنا مع بعضينا، كنا بنتكلم على الطاقه الجديده والمتجدده. الطاقه الجديده والمتجدده في ظل الظروف، المناخ الاخضر، احنا بنتكلم عن المناخ الاخضر النهارده. قعدنا الحقيقه كان وفد من الصناع المصريين، يمكن عددهم وصل لحوالي 80 فرد بيمثلوا، كل واحد فيهم بيمثل منشأة صناعية. عملنا مع بعضينا كده هو يعني تبادل في الآراء وتبادل في الفكر، وحبينا نستفيد من الخبرات من الاتحاد الأوروبي. وأنا أعتقد أن الاجتماع أثمر، أن إحنا بعد كده لما قعدنا مع بعضينا وبدأنا نتدارس ونتناقش، وخصوصا كان موجود معنا الالتزام البيئي، الالتزام البيئي التابع لاتحاد الصناعات، والالتزام البيئي قدم الحقيقه قدم نقول عليه قرض بيتمثل في حدود 5 مليون جنيه بنسبه هامش ربح بسيط 2.5% مع سنه سماح ويسدد على 5 سنين، على اساس ان احنا حابين ان احنا في الفتره القادمه دهيت نحاول ان احنا نقول الاقتصاد الاخضر. النهارده في عندنا بعض الصناعات كانت بتستخدم السولار، كانت بتستخدم المازوت، كانت بتستخدم الغاز، عبين النهارده ان احنا البدائل بتاعت الكلام دي، وناخد من الاتحاد الاوروبي اخر ما وصل اليه ونحاول ان احنا نستفيد فيه بالصناعه بتاعتنا، واعتقد ان احنا نحن قادرين على هذا. وخصوصا ان احنا في المرحله القادمه دهيت بنتكلم على احلال المكون المحلي محل المكون الاجنبي. الصناعه المصريه النهارده بدانا نعتمد على انفسنا، بدأت الصناعة المصرية النهاردة بتعتمد على أنفسها، وبدأنا نحل الصناعة اللي كنا بنستوردها من برة بصناعة محلية، وهننجح في كده إن شاء الله بإذن الله. كيف ستقتبسون يعني أو ستأخذون هذه الخبرة باشمهندس محمد؟ يعني هل تم توقيع اتفاقيات معينة أو سيكون في ورش عمل معينة؟ كيف سيساهم الجانب الآخر الغربي أو الأوروبي يعني في هذه فيما قلته؟ من خلال ورش العمل. ورش العمل النهارده دي طبعا حاجه جديده بالنسبه لنا، او يعني تجربه ما خدناهاش بالمعنى الصحيح. احنا النهارده من خلال ورش العمل فيما بيننا بدانا النهارده، يعني من امبارح الحقيقه احنا تواصلنا امبارح والنهارده بورش عمل، قاعدين بنعمل جلسات ثنائيه وثلاثيه ما بين اصحاب الشركات المصريه والغرف التجاريه والصناعيه من الجانب الاوروبي، وقدرنا ان احنا فيما بيننا بنعمل خطه عمل النهارده، بحيث ان احنا نتواصل فيما بيننا ونقدر من خلال التواصل ده هو هنطلع مخرج، والمخرج دوت في المقام الاول هيفيد الصناعه الوطنيه والصناعه المصريه. نعم، اعلم بانه سيتم تاسيس شعبه للطاقه الجديده والمتجدده لديكم، اليس كذلك؟ ايوه يا فندم، احنا طبعا الحقيقه لما قعدنا واتكلمنا في الموضوع ده هوت، فاحنا كغرف صناعات هندسيه الحقيقه يعني خدنا الحماس ان احنا هنفرغ شعبه، هننشئ شعبه جديده، الشعبه دي هتبقى شعبه الطاقه الجديده والمتجدده. الشعبه ديت ان شاء الله يعني احنا بس منتظرين نعمل اجتماع مجلس اداره وناخد القرار وهننشئ هذه الشعبه، والشعبه ديت هي اللي هيبقى منوط بيها العمل في الطاقة الجديدة والمتجددة، واعتقد ان احنا عندنا الكثير منهم، عندنا الدكاترة وعندنا المعيدين وعندنا المهندسين الاكفاء القادرين على الاستمرارية في هذا العمل، وهيكون لي مخرج للصناعة الهندسية على وجه التحديد، والصناعة بصفة عامة هيكون لي مخرج جيد وهنقدر نستفيد منهم، ونحاول بقى ان احنا يعني يبقى الاعتماد بتاعنا على الطاقة من 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 عدة اوجه عشان نخفف شوية، اللي ما يبقاش اعتمادنا كله على المحروقات فقط. نعم، إلى نقطة أخرى ولكن مهمة أيضا لكم كرجال صناعة، وهو مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار باشمهندس محمد. يعني هناك تشاورات الآن وربما هتصدر بنهاية شهر أغسطس أو ما إلى ذلك كما قرأنا، ما هي تعليقاتكم حتى الآن أو ما الذي تريدونه فيه؟ والله يا فندم هو احنا لائحه الاستثمار جات لنا، المسوده بتاعتها جات لنا، وقعدنا الحقيقه بندرس فيها، يعني درسناها يعني بند بند ومسمى مسمى،
ويعني الحمد لله متواصلين فيما بيننا ما بين رجال الصناعه وما بين طبعا حضرتك تعلم ان المهندس محمد السويدي زعيم الاغلبيه، فبنتشاور فيما بيننا مع البرلمان، واعتقد ان احنا وصلنا الى يعني حاجه كويسه جميله في استثمارات هتضخ المرحله القادمه دي باذن الله، وهي يعني مناخ استثماري هيبقى جيد، ومن خلال هذا المناخ هنقدر ان شاء الله باذن الله هيكون في عندنا استثمارات وهيكون في عندنا مستثمرين جايين. انا بالنسبه للصناعات الهندسيه على وجه التحديد، يعني انا في عندي ناس النهارده بدات تيجي تتكلم معايا في الاواني المنزليه، اواني المنزليه من السيراميك، بدات 4 مصانع النهارده بيتكلموا معانا. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا، وقتي ينتهى. باشمهندس محمد المهندس، رئيس غرفه الصناعات الهندسيه باتحاد الصناعات، شكرا ليك يا فندم. نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي سياسة الدعم إلى أين، لمناقشة القرارات الأخيرة وأثرها على المواطن بحضور وزير التموين. بحضور الدكتور علي مصرحي وزير التموين، نظم المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة تحت عنوان في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي سياسة الدعم إلى أين، لمناقشة القرارات الأخيرة وأثرها على المواطن المصري. الحوار النهاردة كان مثمر، سواء بالنظرة الكلية للإصلاح الاقتصادي وليس الإصلاح المالي فقط، ولا بد من تكامل الإجراءات الأخرى مع الإصلاح المالي، وكذلك أهمية حزمة البرامج الاجتماعية وتوجيه رئيس الجمهورية بحماية الفئات الأكثر احتياجا، وخاصة في هذه المرحلة، سواء من المعاشات أو من الأجور أو من التموين أو من الثلاث شرايح القليلين في الكهرباء ما تزيدش، وكل هذه الامور اساس وواجب ولا بد من حمايتهم للاستقرار حتى تثمر اجراءات الاصلاح الاقتصادي. الاصلاح المالي ده اكشلي جزء من برنامج اصلاح اقتصادي متكامل، ما ينفعش ده مواش لوحده، والبرنامج الاصلاح الاقتصادي المتكامل ده هو جزء منه كمان، هي القصه، حتى القصه بتاعت العداله الاجتماعيه وبتاعت برنامج حمايه محدودي الدخل بتبص لها كانها لوحدها، هي جزء من هذا البرنامج، جزء من الفكر كله، جزء من اسلوب تبنينا للسياسات. حضر الندوه عدد من نواب البرلمان لمناقشه وزير التموين في القرارات الاخيره برفع الدعم، وذلك لانتهاء دور الانعقاد الثاني في البرلمان. دور الانعقاد الثاني تم فضه، والدور الانعقاد الثالث هيكون في بعد شهرين وشوية. طلبات الإحاطة، البيانات العاجلة، الأدوات الرقابية وقفت، لكن أنا زي اجتماع النهاردة ده اجتماع تواصل مع مسؤول، بقابل مسؤول في اللي هو الوزير التموين، أنقله مشاكل كل دائرة العمرانية بتاعة التموين علشان تبقى قصاده ونشوف نحلها ازاي. شهدت الندوة مناقشات مثمرة بين الوزير والحضور التي أوضحت عدد من النقاط الخاصة بقرارات رفع الدعم الأخيرة والهدف منها. شهد وزير النقل الدكتور هشام عرفات توقيع مذكرة تفاهم بشأن إعداد الدراسات والتصميمات وإنشاء الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، وذلك بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة بومباردي الكندية. تحديدا النهارده بنتكلم على الخط السادس، ده هيبقى بطوله 30 كيلو ممتد من الطريق الدائري، هيمر بمنطقه الخصوص عند الخصوص، وبعد كده يخش على منطقه شرق شبرا، وبعد كده يخش على مندار السواح. دي الحتت دي كانتش مخدومه في مترو الانفاق قبل كده، وبعد كده هيمتد شارع بورسعيد، هيربط مع الخط الاول في محطه غمره، وبعد كده هيمتد يربط مع الخط الرابع اللي هو هنبتدي فيه ان شاء الله بدايه السنه الجديده، ده بتمويل ياباني هنبتدي ان شاء الله فيه دهوت باذن الله السنه الجايه، هنربط فيه عند محطه الفسطاط عند منطقه عمرو بن العاص، وبعد كده هيمتد لحد الميعاد الجديده. عندنا 30 كيلو، 12 محطه منهم هتبقى محطه نفقيه و12 محطه سطحيه. لازلنا معكم ولكن بعد الفاصل. استقرار سعر صرف الجنيه مقابل العملات العربيه والاجنبيه. من جديد أهلا بكم. اجتمع الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين لمناقشة عدد من القرارات وأهمها تحريك أسعار المحروقات.
عدم رفع أسعار المنتجات رغم زيادة أسعار المحروقات أحد أهم القرارات التي أعلن عنها الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين خلال اجتماع الدوري الذي يضم 47 جمعية. تكلفة النقل بصفة عامة للمنتج لا تتجاوز 5%، خلاص؟ نسبة الزيادة اللي تمت لا تتجاوز 50%، يعني معنى كده ان انا لو حملت النقل على سعر المنتج يبقى المنتج ما يزيدش اكتر من 2%. تقدمت لنا الحكومة بخطتها، خطة الاصلاح، ومجلس النواب وافق عليها بحيث تخفيف الدعم وخروج يعني وتحسين معدل العجز في الموازنة العامة للدولة. رغم دعم الاتحاد لقرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات، طالب المستثمرين بالاهتمام بالمستثمر الأجنبي من خلال تسهيل إجراءاته وتعاملاته مع الحكومة، بالإضافة لتوسيع الاستثمار بالصعيد لتمتعه بمزايا كثيرة. الصعيد في أماكن ممهدة للاستثمار في أيدي وفيرة، أيدي وعمالة وفيرة، في ميناء وميناء سفاجة، في انفتاحها على الدول العربية والدول الأفريقية بعد تطوير ميناء سفاجة، ولكن على الدولة أن تركز الجهد الأكبر للتنمية في محافظات الصعيد. الناس اللي بيقوموا على التنفيذ ومقابلة المستثمر بيتفقوا معاه بالكلام ده، خلاص كل حاجة دي مش صح، ما عندنا قوانين كتير ما هيش مفعلة. أهم حاجة أن الناس قيمة على التنفيذ تتفهم المغزى من هذا القانون، أن أنا أجذب المستثمر وخليه يكسب وانا اكسب معاه. من غير هذا المفهوم صدقني مش هيحصل حاجه. ناقش الاتحاد خلال الاجتماع عدد من النقاط الهامه ومنها نتائج اجتماعهم مع رئيس بوركينا فاسو، بالاضافه لجوله المستثمرين المصريين الافريقيه المقبله، ليؤكدوا من خلالها وقوفهم بجانب الدوله المصريه خلال فتره الاصلاحات الاقتصاديه. محمد محمود، اون لايف. استقر سعر صرف الجنيه المصري أمام مختلف العملات العربية والأجنبية خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث سجل الدولار الأمريكي 17 جنيها و82 قرشا للشراء مقابل 17 جنيها و92 قرشا للبيع، وبلغ سعر صرف اليورو 20 جنيها و28 قرشا للشراء مقابل 20 جنيها و43 قرشا للبيع. أيضا بلغ سعر صرف الجنيه الاسترليني 22 جنيها و93 قرشا للشراء مقابل 23 جنيها و16 جنيها للبيع. تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم بنحو شبه جماعي، حيث هبط خام برنت بنسبة 62% ليسجل 46 دولارا و59 سنتا للبرميل. كما تراجع خام غرب تكساس بنسبة 63% ليسجل 44 دولارا و12 سنتا للبرميل، فيما زاد خام الغاز الطبيعي بنسبة 79% ليسجل سعر المتر المكعب دولارين و95 سنتا. ارتفعت مؤشرات والبورصات العربية بنحو جماعي في ختام تعاملاتها لجلسة اليوم، حيث صعد مؤشر البورصة السعودية بنسبة 12% ليسجل 7200 ونحو 45 نقطة، وارتفع المؤشر السعري لبورصة الكويت بنسبة 45% ليسجل 6778 نقطة ونحو 3.5 نقطة. كما زاد مؤشر بورصة دبي بنسبة بلغت 64% ليغلق عند 3439 نقطة ونحو 19 نقطة. مشاهدينا، انتهت هذه الساعة، لم يتبقى فيها سوى التذكير بأهم ما جاء فيها. السيسي يشدد على النهوض بصناعة الغزل والنسيج. الرئيس البولندي يزور مصر نهاية العام الجاري بمرافقة رؤساء أكثر من 150 شركة. انتظام عمليات صرف الدعم النقدي، تكافل وكرامة. شكرا لكم، انتهت هذه النشرة، ولكن جولتنا دائما في الاقتصاد مستمرة بعد ساعتين من الآن، برنامج أسواق وأعمال. شكرا لكم وألقاكم في الغد.